نقول بصريح العبارة لهذه المؤسسات الدولية التي تنادي بالشرعية الدولية، لماذا أذنكم من طين والأخرى من عجين أمام هذه الغطرسة الصهيونية وأمام هذا الاستهتار والاستيطان والتهويد والتطهير العرقي والتمييز العنصري وأنتم لا تحركون ساكنا؟ رهاننا بالتأكيد على مقاومتنا، على شعبنا الذي ينتفض في كل أماكن تواجده. نحن نقول لكم من هنا أن اليد على الزناد والنار تحت الرماد. وها هي الانتفاضة تتكامل مع المقاومة لتغير المعادلات وتفرض قوانين الشباك الجديدة وتحقق الانتصار على طريق النصر النهائي لتحرير فلسطين، كل فلسطين، والقدس، كل القدس، لا شرقية ولا غربية، القدس لنا، القدس الموحدة لنا. في فضاء فلسطين ليس هناك إلا علم واحد هو علم فلسطين.